السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حنواصل اليوم في بقية الشابتر رقم 6. الشابتر هذا اللي هو عنوانه الفريكشن، اللي هو الاحتكاك. طيب اليوم المحاضرة الثانية من الشابتر هذا. خلال المحاضرة هذه يعني حنشوف اللوز اوف فريكشن، يعني القوانين متاعت الاحتكاك، وحنشوف الانجلز اوف فريكشن يعني زوايا الاحتكاك. حنبدأ بأول شيء اللي هما قوانين الفريكشن. طيب حنلاحظ أن هناك أربع حالات هذه مهمة كثير، يمكن يكون فيها يعني الجسم يعني في حالة اتصال مع أي سطح ثاني بيكون، لكن السطح هذا بيكون horizontal يعني بيكون يعني أفقي. طيب حنبدأ بالحالة الأولى. الحالة الأولى شايفين الجسم هذا موجود على السطح اللي هو السطح هذا، طبعا حتكون قوة نازلة من فوق اللي هي البي، وهذه الدبليو وهذه النورمال. طبعا في الحالة هذه إذا كان مثلا السطح غير خشن، السطح هذا الاحتكاك غير خشن، طبعا الفريكشن حتكون زيرو. في الحالة هذه يعني ما في احتكاك، يعني no friction. ليش؟ لأن الكمبونت بتاعت القوة يعني حتكون صفر. أول حالة يعني بتكون ما في احتكاك. ثاني حالة لو تكون القوة بي هذه بتكون بالناحية هذه، يعني حيكون عندها two components على المحور X اللي هي البي X اللي هي هذه، على المحور واي اللي هي البي واي. طيب اللي يهمنا اللي هي حتحرك الجسم هذا في الاتجاه هذا اللي هي البي اكس، وهذه طبعا في احتكاك على السطح هذا يعني حتكون قيمة الاف. لكن اذا كان نلاحظ انه البي اكس اللي هي القيمة هذه مثلا تساوي الاف، في حالة يعني في حالة سكون ما فيش حركة حتكون تساوي، يعني البي اكس تساوي الاف. يعني في الحالة هذه الاف هذه اللي هي البي اكس باقي أقل من الماكسيموم الاف ام ماكسيموم، لأن الاف ام ماكسيموم هي ميو اس في النورمال. يعني شايفين الاف أقل من ميو اس في النورمال، يعني في الحالة هذه الجسم لسه ما فيش حركة نو موشن، لكن في احتكاك، لكن الاحتكاك موجود لكن ما فيش حركة. ليش؟ لأن قيمة القوة هذه أقل من قيمة قوة الاحتكاك اللي هي الماكسيموم طبعا بتاعها اللي هي ميو اس في الآن. يعني الحالة الثانية هي يعني في احتكاك لكن ما فيش حركة، والحالة الأولى اللي هي ما فيش احتكاك. نمر للحالة الثالثة. خلال الحالة الثالثة حتصبح الكومبوننت نفس الطريقة، لكن الكومبوننت اللي هي في اكس اللي هي المسؤولة على الحركة في الاتجاه هذا، الحين حتوصل لقيمة الاف ام اللي هي الاف ام طبعا قيمتها ميو اس في الان، يعني الاف ام تصبح تساوي ميو اس في الان. في الحالة هذه يعني لسه ما زلنا في حالة سكون لكن على وشك الحركة. ليش؟ لأنه وصلنا للماكسيموم بتاعت الفريكشن، هذه بنسميها موشن امبندنج، يعني على وشك الحركة. متى يكون موشن امبندنج؟ لما يكون الاف ام تساوي قيمة القوة اللي هي مسؤولة على الحركة في الاتجاه هذا، يعني الحالة الثالثة بنسميها على وشك الحركة. الحالة الرابعة اللي هي آخر حركة طبعا حتكون يعني حالة الحركة. الحالة هذه يعني حنزود في قيمة القوة بي، حتكون البي اكس طبعا قيمتها أكبر، شايفين البي اكس أكبر من الاف كي. ليش سميناها اف كي؟ طبعا لأن يعني الحين في حالة حركة، يعني اللي هي قيمتها ميو كي في النورمال، يعني الاف كي بتكون قيمتها ميو كي في النورمال. الحالة هذه البي اكس بتكون أكبر من الاف ام، طبعا حنسميها حالة حركة. هذه هي الحالة الرابعة. الحين حنشوف الانجلس اوف فريكشن يعني الزوايا بتاعت الاحتكاك. طبعا الحالة الأولى سهلة جدا. ليش؟ لأنها ما في احتكاك، يعني الريزلتنت هذه اللي هي نفسها تساوي النورمال، الزاوية تساوي صفر. لكن الحين لو نشوف للحالة الموشن، يعني ما في حركة في حالة سكون، يعني أكيد في قوة الاحتكاك هذه الاف، وطبعا هذه النورمال. لو نشوف المحصل متاع الاف والنورمال بنحصل الريزلتنت اللي هي الار هذه، يعني الار شايفين عندها الزاوية على المحور بتاعت النورمال الزاوية هذه. طبعا إذا كان الزاوية هذه بتسميها فاي، إذا كان فاي أصغر من الفاي اس، يعني الفاي اس لما تكون الفريكشن تساوي الماكسيموم اف ام في الاستاتيكا يعني ثابتة، في الحالة هذه يعني ما فيش حركة. لكن لو نمر للتانث بتاع الفاي اس، التانث بتاع الزاوية هذه كم يساوي؟ يساوي المقابل على المجاور، طبعا المقابل اللي هو الاف ام على المجاور اللي هو النورمال، والاف ام اللي هي الماكسيموم بتاعت الفريكشن اللي هي ميو اس في الان. يعني على طول بنختصر بالان بتيجي ميو اس، يعني التانث بتاع الفاي اس يساوي ميو اس، يعني معامل الاحتكاك التانث بتاعه هو يمثل التانث بتاعت الزاويه هذه.
طيب نمر للحالة الثالثة اللي هي الموشن امبندنج، يعني على وشك الحركة. في الحالة هذه شفتوا الزاوية هتصبح تساوي الفاي اس، يعني هنا شفتوا أقل يعني ما فيش حركة، هنا هتصبح مساوية. يعني إيش مساوية؟ يعني الزاوية هتصبح هي نفسها قيمتها، يعني التانث متاعها يساوي ام يو اس. آخر حالة هتكون يعني الزاوية مختلفة على الفاي اس. ليش؟ لأن مرينا الحالة الثانية اللي هي حالة حركة. في حالة الحركة الفاي هنسميها فاي كي، اللي هي التانث متاعها طبعا نفس الزاوية هذه، لكن التانث متاعها حيكون المقابل على المجاور، يعني حيكون الاف كي على الآن، وطبعا الاف كي اللي هي الميو كي في النورمال، نختصر بالنورمال بنحصل الميو كي، يعني التانث متاع الفاي كي بتكون الميو كي. يعني المعامل المشترك هو يعني يمثل زاوية اللي هي التانث متاعها فاي كي، بنحصل على الميو كي. طيب هذا هو يعني محتوى المحاضرة اليوم، وإن شاء الله في محاضرة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.